سفر صفنية. كلمة يهوى جاء إلى صفنية ابن كوشي ابن جدلية ابن أمرية ابن حسقية في أيام يوشياه ابن آمون ملك يهوذا. جمعا أجمع الكل عن وجه التربة يقول يهوى، أجمع الإنسان والحيوان، أجمع طيور السماء وسمك البحر والعصرات مع المذنبين، وأقطع الإنسان عن وجه التربة يقول يهوى، وأمد يدي على يهوذا وعلى كل سكان أورشليم، وأقطع من هذا المكان بقية البعد. اسم كهنة الوثن مع الكهنة والساجدين على السطوح لجند السماء والساجدين الحالفين بيهوى والحالفين بملكوم والمرتدين من وراء يهوى والذين لم يلتمسوا يهوى ولم يطلبوه. اصمتوا أمام الرب يهوى لأن يوم يهوى قريب، فقد أعد يهوى ذبيحة قدس مدعويه، وفي يوم ذبيحة يهوى سأعاقب الأمراء وأبناء الملك وكل من يرتدي ثيابا غريبة، وفي ذلك اليوم أعاقب كل الذين يقفزون من فوق العتبة الذين يملؤون بيت سيدهم ظلما وغشا، ويكون في ذلك اليوم يقول يهوى صوت صراخ من باب السمك وولولة مضاعفة وكسر عظيم في التلال، والولوا يا سكان مكتيش لأن كل شعب كنعان بادة، انقطع كل الحاملين الفضة. وفي ذلك الزمن سأفتش أورشليم بالمصابيح وأعاقب الرجال المتحجرين فوق قاذوراتهم القائلين في قلوبهم يهوى لا يحسن ولا يسيء، فستكون ثرواتهم غنيمة وبيوتهم خرابا، فيبنون بيوتا ولا يسكنونها ويغرسون كروما ولا يشربون خمرها. قريب يوم يهوى العظيم، قريب وسريع جدا، صخب يوم يهوى مرير يصرخ فيه الجبار. ذلك اليوم يوم غضب، يوم ضيق وشدة، يوم خراب ودمار، يوم ظلام وسواد، يوم سحاب وضباب، يوم شفار وهتاف ضد المدن المحصنة والبروج الشامخة، وأضايق البشر فيمشون كالعمي لأنهم أخطأوا إلى يهوى، فيسفح دمهم كالتراب ولحمهم كالجلة. لن تنقذهم فضتهم ولا ذهبهم في يوم غضب يهوى، بل نار غيرته تلتهم الأرض كلها، لأنه سيصنع فناء باغتا لكل سكان الأرض. اجتمعي اجتمعي أيتها الأمة غير المرغوبة قبل أن يولد القضاء يوم تعبرين كقش، قبل أن يأتي عليكم لهيب غضب يهوى، قبل أن يأتي عليكم يوم غضب يهوى. اطلبوا يهوى يا جميع دعاء الأرض الذين يصنعون عدله، اطلبوا البر، اطلبوا التواضع لعلكم تسترون في يوم غضب يهوى. فغزة ستهجر وأشقلون للخراب، أشدود سيطردونها عند الظهيرة وعقرون ستستأصل. ويل لسكان ساحل البحر أمة الكريتيين، كلمة يهوى عليكم سأبيد ساكنك يا كنعان أرض الفلسطينيين. سيكون ساحل البحر مراعي بآبار للرعاة وحظائر للغنم، سيكون الساحل لبقية بيت يهوذا عليه سيرعون وسيربضون في بيوت أشقلون عند المساء، لأن يهوى إلههم يتعهدهم ويرد سبيهم. قد سمعت تعيير مؤاب وتجاديف بني عمون التي بها عيروا شعبي وتطاولوا على حدودهم. حي أنا يقول يهوى سباؤوت إله إسرائيل، مؤاب ستكون كسدوم وبني عمون كعمورة، منبة للعشب وحفرة للملح وخرابا إلى الأبد. ستنهبهم بقية شعبي بقية أمتي فترثهم، هذا لتكبرهم لأنهم عيروا وتطاولوا على شعب يهوى سباؤوت. يهوى يرهبهم لأنه سيصيب كل آلهة الأرض بهزال، فيسجد البشر له كل في موضعه كل جزر الأمم. وأنتم الكوشيون قتل سيفي، وسيمد يده على الشمال فيبيد آشور ويجعل نينوى خرابا قاحلة كالبرية، فتربض في وسطها القطعان كل نوع حيوان، القوق والقنفذ سيأويان إلى تيجان أعمدتها، صوتهما سيغني في نوافذها، خراب على أعتابها قد تعرى أرزها. هذه المدينة المبتهجة التي سكنت آمنة القائلة في عقلها أنا وليس غيري، كيف صارت خرابا مربضا للحيوان، كل عابر بها سيصفر ويهز يده. ويل للمدينة الظالمة المتمردة الدنسة، لم تسمع لصوت، لم تقبل التأديب، لم تثق بيهوى، لم تتقرب إلى إلهها، رؤساؤها في وسطها أسود زائرة
قضاتها ذئاب ليل لا يبقون شيئا للصباح، أنبياؤها فاجرون غادرون، كهنتها دنسوا القدس، خالفوا التوراة، يهوى بار في وسطها لا يظلم، صباحا صباحا يظهر عدله إلى النور لا يفشل، أما الظالم فلا يعرف الخجل. قد قطعت أمما فانهدمت بروجهم، جفت شوارعهم ممن يعبرها، خربت مدنهم بلا إنسان يسكنها، فقلت سترهبينني وتقبلين تأديبي، فلا ينقطع مسكنها كل ما عينته لها، لكنهم بكروا وأفسدوا جميع أعمالهم. يقول يهوى انتظروني حتى يوم أقوم لغنيمتي، بعدلي سأجمع الأمم وأحشد الممالك، لأصب عليهم نقمتي كل لهيب غضبي، فنار غيرتي ستلتهم كل الأرض، حينئذ سأحول الشعوب إلى لهجة نقية، فيدعون كلهم باسم يهوى ليعبدوا جنبا إلى جنب، المتضرعون إلي عبر أنهار كوش بنت شتاتي سيحضرون تقدمتي. في ذلك اليوم لن تخجلي من أعمالك التي تمردت بها علي، لأني سأزيل من وسطك مبتهجي كبريائك، فلن تعودي بعد إلى التكبر في جبل قدسي، وأبقي في وسطك شعبا وديعا متواضعا يعتصمون باسم يهوى، وبقية إسرائيل لن يظلموا ولن يتكلموا بالكذب، ولن يوجد في أفواههم لسان غش، لأنهم يرعون ويربضون بلا ارتعاش. غني يا ابنة صهيون، اهتف يا إسرائيل، افرحي وابتهجي بكل قلبك يا ابنة أورشليم، قد ألغى يهوى أحكامك ورد عنك عدوك، يهوى ملك إسرائيل في وسطك، فلا ترين شرا بعد. في ذلك اليوم يقال لأورشليم، لا تخافي يا صهيون، لا ترتخي يداك، يهوى إلهك جبار في وسطك يخلص، سيبتهج بك فرحا صامت في حبه ليستمع بأغنيتك. في الموعد سأزيل الحزان حامل العار منك، في ذلك الزمان أعاقب مضايقيك وأخلص الأعرج وأعيد المزبي وأجعل لهم تسبيحا واسما في كل أرض إهاناتهم. في ذلك الزمان أجمعكم وأعيدكم وأجعل لكم اسما وتسبيحا بين شعوب الأرض كلها، حين أرد سباياكم أمام أعينكم، قال يهوى.